طب كابتن، في نيه للتاجيل، تاجيل يعني احنا في سكه تاجيل كده مباريات افريقيا نص النهائي. انا بسمع زي لحد دلوقتي ما فيش حاجه رسميه، مفيش اي حاجه في الاتحاد الافريقي، بس لو ده حصل التاجيل ده في صالح النادي الاهلي من وجهه نظرك ولا لا؟ هل التأجيل ده معمول تأجيل في صالح النادي الأهلي وصالح الأربع فرق اللي موجودين، ولا ده تأجيل لمشاكل مثلا في شمال أفريقيا عندهم كورونا والمجال الجوي هيتم إغلاقه؟ ده الكلام اللي بيتقال. أعتقد أنا وأنت أي تأجيل في ظل الظروف اللي احنا بنعاني منها كلنا مش العالم كله بيبقى في صالح الفرق الحقيقة. ليه؟ لأنك أنت بتتمني انك انت وانت في الشكل الافريقي ده يكون عندك اللاعبين كلها زي ما كنا من يعني 6 اشهر كده كنا عندنا فرايتي كتير قوي في كل مكان 3 لعيبه ونقدر نفكر. انما احنا الشكل اللي احنا فيه دلوقتي ده بيخلينا احنا كلنا كوتشات. يعني انا امبارح عايز مثلا ايه محمود وحيد يلعب باك ليفت وعلي معلول يبقى هو اللي قدامه. ليه؟ لان علي كان فايق وعايز يلعب وبلاي ميكر، مش عايز يضرب المسافات دي كلها عشان يبني لي هجمه او عشان يفنش لي عرضيه أو نفس الشكل. وليد سليمان لما بينزل في الملعب عايز السبورت اللي بيبقى جنب الاثنين ثلاثه لعيبه شايلين الدنيا حريفه. عندي بيزك في هاني واحمد فتحي وعندي قفشه لما نزل وعندي اجايه لو رجع تاني الفتك الفتنس بتاعه وقف على حلوه. في اسباب لكل لعيب عندنا. كل 3 ايام ماتش، يعني مش هتلاقي الدنيا جميله خالص كده ماشيه متساويه يعني. طيب انا كنت سالتك قبل كده يا كابتن، يعني ما جاش الوقت ان وليد سليمان ينزل اساسي بقى؟ رايك اتغير؟ اب تو فايلر يعني او يعني لا وجهه نظرك دي بالنسبه لي انا احب اشوفه كل 5 دقايق في الماتش. اللي هو ايه يعني رايح 2 3 دقايق وبيبني لي هجمه او بيشوط لي شوطه او بيغذي اللعيبه. بس الفرقه مش ولي الفرقه فرقه. لو الفرقه كويسه واطرافها طبيعيه والسبورت بكل واحد موجود في الملعب اللعيبه هتلعب مع بعض. وهم اعتقد شافوا الماتش امبارح فعرفوا ان هم محتاجين ينقلوا الكوره كتير. لما النادي الاهلي بينقل الكوره كتير وبيحتفظ بيها الفرقه اللي قدامه بتدوخ مش عارفه، لان عندهم امتيازات وعندهم تنفيذ زي ما شفتي الماتش اللي قبليه. حمدي فتحي بيشوط شوطه ولا اروع ولا ده ايه ده قرار فردي صح، مش قرار اداري من بره او فني من بره، لا ده فردي. يعني دي امكانيات. انا عايزين كل لعيب بقى في الفتره الجايه دي يبقى حاطط الشويه اللي هو عارفهم في الكوره وموهبته جوه الملعب لمده 10 دقائق. لو كل واحد عمل 10 دقائق لوحده بس حتتين بتوع دول هتكسبي 6 7 مش هتكسبي 2 بس. واديكي بتشوفي استغلال الفرص والراجل الجديد بادجي ده امبارح كان هدف وليد سليمان امبارح. ها اكبر دليل على كلامك كان النقل هدف وليد سليمان امبارح، يعني الرسو بقى، الهدوء، عدم العصبيه، عدم الاستعجال. الراجل اللي اسمه بادجي امبارح بياخد 1 7 كده على ال 18 ويخش. أيوه. هو لو عملها بيمينه بليسنج وهو ماشي كده راح لطشها رجله اليمين اقوى من رجله الشمال طلعت. أيوه. راح ضعيف ما ده هدف. ما في كذا مروان هدف اول شوط ويريحني واكسب 2 و3 و4 وده بال الحياه الطبيعيه بتاعتنا. فاحنا مش انا مش قلقان غير من الاصابات بس. معانا الكوره هي كابتن من البدايه. شوف كام نقله قبل ما تيجي جون. ادي 1. بص الهدوء في ورؤيه اللعيبه صح، تغيير الملعب. ما هو ده تاكيدا فعلا على كلام حضرتك. كل واحد عنده الاعصاب اللي هو يمتلك الكوره، يشوف الثغره فين اللي هيروح منها، يشوف التحركات، واهم حاجه للراجل اللي معاه الكوره ساره انا هتحرك له ازاي. بص صح اهو ادي التحركه 1 2 هات وخد وشوف التنفيذ بقى. يعني اهو بقى هنا بقى الفرديه اللي انا بقول لك عليها اتنفذت. الثقه في نفسي انا، الثقه في ادائي، الثقه في الشوط، الثقه هو ده اللي في كل ماتش. حوالي 15 نقله تقريبا يا كابتن. 15 نقله ولو كل واحد فكر في كل ماتش يشوط له شوطين ثلاثه ما حلول. يعني الحلول دي اللي هي بتبقى موجوده في الملعب اعتقد ما تقلقنيش انا. حتى لو اسم الحكايه في افريقيا تقيله الاربعه في 4 فرق تقال على بعض، بس انا بيبقى عندي لعيبه بقى بتقعد مع نفسها هي بتنزل تنفذ. يعني احنا ما كنا بيتقال لنا الخطه وبيتقال لنا الحاجات، كنا بنشتغل في حاجات دفاعيه والباقي كله لينا احنا. عمرنا ما كلمنا بعض. يعني يمكن كابتن خطيب بس كان زمان كنت انا بسبق الدنيا كلها
مصطفى عبده يصبح كان يقول لك بص لي بس يعني ما تلعبهاش كده وخلاص يعني يعني خلي عينك على حد يعني لا بيعملها عيب معلول هايل دلوقتي بيروح رايح ومرجع الكره تلاقي السوليه حاططها قفشه بيكملها حمدي فتحي عنده الثقه دلوقتي ان هو يرجع ويثبت ان هو الحقيقه مدافع ومهاجم 10 10 ديانج لما فكره فيتنس بتاعه بيبقى هايل انت عندك حاجه لازم احنا نكلم الناس والناس فاهماها وشايفاها ان النهارده لو الماتش وقع مني 20 دقيقه ولا حاجه لا انا بلعب كل 3 ماتشات كل 3 ايام ماتش انا عندي اصابات كتير قوي انا كمدرب بقى عندي حاله تدوير للعيبه اخد الماكسيمم من كل واحد 20 دقيقه 30 دقيقه 40 انا مش هبقى حكم ومحلل صح ومدرب صح وشكلي دلوقتي هقول لك انا عايز العب جوه كمان.